السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال الدباغ وأهلا وسهلا في بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. الهدف من البودكاست أنه نبدأ الحوار في مواضيع مختلفة ما أخذت حقها في مساحة الحوار أو ما في أحد يبغى يتكلم فيها. المواضيع مختلفة لكن كلها بتدور حول كيف نقدر نعيش بكليتنا مش كأجزاء متفرقة في تناغم مع الناس حواليننا والبيئة. الفضول والشغف هو اللي خلاني أبدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست. مرة تانية أهلا وسهلا وإن شاء الله تلاقوا شيء مفيد في الحلقة، وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم أتواصلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معكم اللي نبدأ الحوار، أول لقاء لينا مع هديلة القاضي. الموضوع اليوم الحلقة حيكون على الزراعة العضوية، علاقتها بصحتنا والبيئة، كيف الزراعة جزء من حضارتنا من ثقافتنا، وليش لازم الآن أكثر من أي وقت تاني نهتم بالزراعة وإنه ناكل منتجات عضوية. هديلة القاضي مؤسسة لحب الأرض حتشرح لنا عنها أكثر دحين. هديل أهلا وسهلا في أول حلقة. مرة مبسوطة إنك أنت أول واحد بسجل معك. أهلين منال، وصراحة أنا ومنال تجمعنا مو بس يعني حبنا للبيئة والنظام الغذائي الصحي، بس كمان اكتشفنا إنه إحنا كنا في نفس المدرسة في جدة. فهذا كان طبعاً من الأشياء المشتركة بيني وبينها، الحمد لله. يعني الناس يعني ترتبط بأشياء من أيام أول ودحين، فالحمد لله يعني شيء مرة لذيذ. طيب هديل، أول شيء قولي إيش لحب الأرض؟ لحب الأرض صراحة هو عبارة عن بزنس صغير أنا ابتدأته من 3 سنوات لدعم المزارع المحلي العضوي. والفكرة كانت إنه أبغى أوصل هذه المنتجات العضوية اللي يعني فعلاً كواليتي جداً عالية للمستهلك اللي فعلاً يقدرها، وبأسرع طريقة ممكنة، أفضل طريقة ممكنة. فيعني ما أبغى يروح السوبر ماركت ويشيل الأشياء بعد ما تكون أتشالت وتحطت 5-6 مرات، لا، تحصد في المزرعة وتعبأ في صندوق يوصل لباب بيت الزبون، فهو يعني توصله في أحسن حالاتها وتكون يعني قيمتها الغذائية فيها وفرش طبعاً، وريحتها وطعمها كل الاكسبيرينس هذه تكون مختلفة جداً عن لما تشتري الخضار وهي معروضة يوم أو يومين في السوبر ماركت. فهذه كانت الفكرة، farm to kitchen. ممتاز. أنا صار لي معك من 3 سنوات وقبلها مع نفس المزارع، وصراحة مرة انبسط لما يجيني الصندوق كل أسبوع. الخضار طعمها مختلف في الصيف لما ما يكون فيه زراعة. قلبي يوجعني لما نشتري الأشياء من السوبر ماركت وما أشتري طماطم أبداً. أيوة، أنا ما أعرف أشتري ولا خيار ولا خس ولا طماطم صراحة. يعني في الصيف لما الموسم ينتهي، في عندنا تقريباً 3-4 شهور ما نزرع شيء عشان الجو الحار، ويعني نسوي كمان زي فترة راحة للتربة، فنزرع فيها أشياء تسوي شيء اسمه نيتروجين فيكسينج للسويل. فهذه الفترة يعني حتى علي أنا مرة صعبة، يعني يوم أروح السوبر ماركت أحاول أشتري مثلا ورقيات أو أعشاب أو الخيار أو الطماطم، يعني ما تكون في نفس المستوى اللي أنا أتعودت عليه من خلال الخضار اللي تيجينا بشكل أسبوعي. طيب، أنا بدأت بوكس من زمان، وبعدين هديل جات ونظمت الموضوع، وكنت مرة سعيدة أول شيء إنه أنت أخذت الموضوع، وحيصير إن شاء الله مستدام كل سنة إن شاء الله نشترك معاكم. بس ليش هديل القاضي قررت تمسك المشروع هذا، تتعامل مع المزارع وتسوي حب الأرض؟ إيش الشغف ولا إيش الدافع بالنسبة ليك اللي خلاك تسويه؟ شوفي منال، أنا يعني ابتدأت في هذا الموضوع من 2011. يعني الموضوع بدأ معايا لما كنت عايشة في أرامكو،
في كنت جزء من جمعية المهتمين في البيئة، وسوينا أول سوق للمزارعين العضويين في المملكة، هذا في 2011. بعدين ساعدنا مزارعين يتحولوا من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية من خلال شراء يعني المحصول الكامل حق الموسم من أول الموسم، وهم بيرسلوا لنا الصناديق بشكل أسبوعي. فهذا الموضوع أنا فيه تقريبا صار لي 8 سنوات. بعد كده أنا تركت، رحت دبي ورجعت، ولما رجعت يعني تواصلت مع المزارعين وشفت إيش يعني كيف الوضع معاهم وإيش اللي صاير معاهم. وصراحة كان عندهم يعني عندهم مشكلة في الوصول للمستهلك اللي يقدر المنتج حقهم، وسويت معهم أكثر من ميتينج. وبناء على هذه الميتينجز أنا قررت إنه to start for the love of earth. طبعاً أنا أؤمن 100% إنه الإنسان لازم يدعم المزارع المحلي، ويا ريت إذا كان مزارع عضوي عشان الزراعة العضوية يعني ما تأذي البيئة بالشكل اللي تأذي الزراعة التقليدية. فأنا شغوفة في هذا الموضوع، شغوفة إنه يعني أوفر لعائلتي أكل نظيف من بيئتنا المحلية، وبنفس الوقت أكون بساعد المزارع، ويعني بوفر منتج يعني يرتقي باللي موجود الحين في السوق. يعني أتصور إنه إحنا بنحاول to set the standard تكون أعلى من المتوفر، علشان هذا هو يكون النورم بعد كده، كل ده الشيء الطبيعي. ما يحتاج نوصل لوقت ما يحتاج إنه المنتجات يكون مكتوب عليها عضوية لأنها كلها عضوية. أيوة. ما أدري إذا نبغى نتكلم عن هذه. عن هذه النقطة صراحة، لأنه it's very important. أنا أقول إنه المزارع العضوي عليه عبء أكبر إنه يثبت إنه هو بيزرع ويوثق إنه هو بيزرع بطريقة عضوية، فهو يتكلف مبالغ أعلى وتكاليف أعلى علشان يثبت إنه هو ما بيستخدم كيماويات، ويصير عليه العبء المادي أكبر. أقول إنه مفروض العكس، الشخص اللي بيزرع زراعة تقليدية واللي هو بيلوث البيئة وبيلوث التربة وبيلوث صحة البشر، هو اللي مفروض عليه يكون العبء المادي اللي يعني حاول يحسن من طريقة زراعته. بينما المزارع العضوي وهذه الزراعة العضوية هي اللي تربوا عليها أجدادنا، اللي من غير كيماويات، من غير تسميد كيماوي، من غير herbicides وinsecticides وpesticides، هذه الطريقة اللي كانوا أجدادنا يزرعوا فيها، وهذا كان الشيء اللي يعني كل الناس تعرفه عبر التاريخ. الحين الصورة انقلبت، ومضطر المزارع العضوي هو اللي يتحمل عبء كونه بيزرع زراعة عضوية ويفوت بموضوع التوثيق والتفتيش وهذه الأشياء. هذه نقطة مرة جيدة، إنه دائماً مثلاً لما نتكلم مع ناس وبتكلم على الزراعة العضوية والواحد يبغى له يشتري منتجات عضوية، طبعاً السعر دائماً هو أول شيء بيطلع. ليش قد كده غالية؟ ليش الطماطم العضوية مرة غالية؟ فهذا دحين من ناحية يعني إذا أنت بتقول التوثيق والزراعة وكل هذه الأشياء، إيش نقدر كيف نقدر نوصل معلومة للناس إنه صح هي غالية بس علشان كده؟ أيوة، يعني هو هذا جزء من المنظومة. أنا أتصور إنها منظومة يعني خاطئة في حق الإنسان، وخاطئة في حق الأرض والتربة والبيئة، وخاطئة في حق المزارع نفسه اللي يختار يزرع بطريقة نظيفة. أتصور إنه غير إنه دحين يعني المزارع عليه تكاليف وأعباء مالية كبيرة، كمان بنزود عليه موضوع التوثيق وموضوع إنه لازم يشتري من أنواع الحب يعني البذور المعينة، التربة لازم تكون تتسمد بطريقة معينة، وتقريبا أكثر السماد يعني يكون يعني إحنا نحاول نسويه في المزرعة. كل هذه الأعباء المستهلك ما يعرف عنها للأسف، يفتكر إنه الزراعة العضوية أو المنتجات العضوية هي غالية بس كده، لأنه دحين it's يعني it's the fad وكل أحد يبغى يشتري عضوي، وصار الموضوع يعني هو طبعاً يمكن في مبالغة في الأسعار. يعني أنا اللي حاولت أسويه في لحب الأرض إنه كل هذه chain حقت supply chain حقت من المزرعة إلى المنزل، هذه كلها I compacted واختصرتها
وصارت يعني صارت الخضار الكميات اللي توصلك فعلا أسعارها جدا معقولة، لأنه كل الناس اللي في الوسط هذولي اختفوا في سلسلة التوصيل هذه، السبلاي تشين اللي يسموها. فأيوة فهي لأنه الناس كثير ما تعرف أنه السعر بالضبط بيكون داخل في كل هذه الأمور، يعني كيف المزارع بيوصل للسوبر ماركت، كيف لازم يكون عليه كمان تكاليف أنه يضمن الكميات، كيف كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء بتاخد صح يمكن بيقل السعر لأنه بيكون مثلا في إنتاج عالي، بس الجودة بتقل مرة كتير معها. يعني فهي الزراعة العضوية ما المفروض إنها تكون غالية، بس لأنه الآن إحنا في بيئة ما بتدعمها دعم كامل وما في طلب كتير بالمقارنة مع الزراعة الغير عضوية، علشان كده هي الواحد يقدر يشوفها الآن سعرها غالي. بس إيش كلنا نقدر نسوي؟ يعني أنا لحب الأرض والصندوق اللي بيجيني، إيش بيجيني فيه لو بس بدي أشوف طماطم بطماطم؟ يمكن حقول والله الطماطم اللي من الصندوق أغلى سعراً، بس إيش أنا بالنسبة لي أشياء كثير بتجيني مع الطماطم هذه غير إنها هي طماطم. مساعدة المزارع، إنه إحنا بأخذ أشياء محلية. تقدر تشرحي لنا ولا تدينا وجهة نظرك في إنه إيش الفائدة الأكبر من مثلاً دعم الزراعة العضوية أو من خلال الصندوق ولا من خلال التعامل مع مزارعين محليين؟ إيش الفائدة منها وإيش الإمباكت؟ شوفي، خليني أبدأ من يعني من منظور الشخص نفسه. أنا دحين بختار أشتري مثلاً طماطم عضوية، إذا بقارنها نيوتريشنلي مع الطماطم اللي هي مزروعة تقليدياً، أول شيء النيوتريشنال بروفايل حق الطماطم العضوية يعني مختلف بشكل كبير عن الطماطم المزروعة بالطريقة التقليدية، لأنه التربة اللي تخرج منها الطماطم العضوية تربة صحية ومليئة بالمعادن وكل يعني الأشياء اللي تأهل النبتة إنها تنتج حبة طماطم مليئة بالعناصر الغذائية اللي يحتاجها الإنسان. وشيلي منها طبعاً كل المبيدات أو الأشياء السموم اللي ممكن تكون متراكمة على هذه الطماطم الطماطماية مقارنة بالطماطم اللي تجينا من الزراعة التقليدية، تكون التربة مسمدة بالسماد اللي هو الكيماوي اللي هو عبارة عن نيتروجين بوتاسيوم فوسفيت فقط، فهو من ناحية يعني المعادن اللي فيه جدا فقير، من ناحية القيمة الغذائية حقته كمان فقير، وأضيف عليه المبيدات الحشرية اللي تنرش عليه والأسمدة الكيماوية اللي تدخل في زراعته، فهو يعني بالنسبة لي منتج في كثير من الأحوال غير قابل للاستهلاك الإنساني، وأنا يعني مستاءة وأنا أقول ذا الكلام، لكن فعلا في أشياء حتى لما تشميها في السوبر ماركت تقولي لا ما أبغاها. وأنا يعني هذا دائما شعوري مع الخيار والخس والكوسة. الطماطم لا شكرا. الطماطم خاصة الطماطم ما لها من السوبر ماركت العادية ما لها أي طعم، صحيح. مجرد لون ويمكن شكل، هذا شيء الغذائي اللي بناخده. أيوة. نبغى نشوف على مستوى أعلى، خلينا ندخل في الأشياء اللي هي لها علاقة أكثر في البيئة. الزراعة العضوية زراعة نظيفة وما تلوث لا التربة ولا الهواء ولا صحة الإنسان طبعا، بالعكس الزراعة العضوية تثري التربة لأنها تعيد إحياء التربة، تعيد إحياء كل الكائنات اللي تغذي التربة، وطبعا تصير تربة منتجة بشكل عالي وبنفس الوقت يعني قادرة على مجابهة أعداء حشرية أو آفات حشرية ممكن تيجي على النباتات، فإحنا بالتالي ما نحتاج نستخدم مبيدات لأنه التربة قوية وتنتج نبتة قوية، فما نحتاج نستخدم شيء يعني ما تيجينا آفات فعلياً،
وإذا جاءت الآفات في عندنا طرق معينة يعني نستعملها مصرح لها في الزراعة العضوية. هذا على مستوى البيئة والتربة. دحين على مستوى المزارع يعني المنظومة الزراعية، أنا أعتقد إنه عندنا نقص كبير في كمية المزارعين المستعدين للتحول للزراعة العضوية، لأنه فعلاً يبغى لها كوميتمنت عالي ومقدرة على تحمل عبء التكلفة العالية، وممكن يكون الجدوى المادية منها ضعيفة إذا ما كان في تسويق جيد للمنتج. اللي بيصير إنه المزارع يكون يعني مشتت بين تركيزه على الزراعة نفسها، عملية الزراعة، وتركيزه على الماركتينج حق أو التسويق حق المنتج. فأنا اللي سويته من خلال حب الأرض إنه أنا سحبت هذا الجزء من 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 المزارع، وقلت له ركز على الشيء اللي أنت بتسويه اللي هو جدا مهم اللي هو الزراعة، وأنا أركز لك على موضوع التسويق والمبيعات وهذه الأشياء والسبلاي تشين كلها. فكذا أنا خففت هذا العبء عنه، أتحملته أنا، وبنفس الوقت يعني أديته فرصة للاستمرار، للاستمرارية. لو كان عندنا يعني المنظومة شوي مختلفة، ممكن أعداد المزارعين اللي يعني يبوا يتحولوا للزراعة العضوية ممكن يزيد، وبالتالي تنخفض الأسعار لأنه العرض بيصير أكبر. لكن إلى الآن أنا أتصور في مناطق في السعودية يعني completely underserved، يعني ما عندهم العرض الكافي. ف يعني في إلى الآن أنا أعتقد في نقص. أوكي. أنا ما عندي أي إحصائيات ولا أعداد، بس أقدر أقول يمكن هل المزارعين، نسبة المزارعين في المملكة مثلاً هل بتقل؟ هل سببها إنه الناس ما هي مهتمة بموضوع الزراعة؟ الزراعة ما هو شيء، ما في تكنولوجيا وما في تطور، وما الناس ما بتحط له اهتمام تاني، أو إنه ما صار في تقدير لمهنة الزراعة؟ هي أكيد يعني القطاع الزراعي من القطاعات اللي يعني السعوديين بشكل عام ما يتجهوا لها، إلا إذا هم أصلاً في مناطق أصلاً زراعية، ويعني عندهم مهنة الزراعة متوارثة من أباً عن جد. هذا كبداية. لكن أنا أقول إنه مثلاً وزارة الزراعة يعني عندها مجهود طيب في دعم هذا القطاع، وعندها مجهود طيب في دعم قطاع الزراعة العضوية بالخصوص، يعني من ناحية تدريب ومن ناحية يعني دعم فني حتى تسويقي أقول. لكن للأسف يعني مثلاً الآن إذا أنا أتحدث مع المزارعين عندهم يعني كمية يعني الكوست عندهم عالي، يعني مثلاً إذا يوظفوا التكلفة عالية، مثلاً عندهم إذا بيدفعوا إقامات سواقين مزارعين، حتى الموية طبعاً الحين كله it's metered، يعني بيدفعوا للموية والكهرباء، كلها هذه التكاليف الأساسية كلها جالسة ترتفع. فهم في مرحلة صراحة أنا أتصور إنها مرحلة صعبة، وأكثر يعني أكثر من مرة في أحاديثي معاهم يقولوا ترى ما هو جايب همه، يعني ماديا ما هو جايب همه. وأنا يعني ده الشيء مرة 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 يألمني. صح. فإحنا كمستهلكين إحنا دحين أيوة هذا السؤال اللي أنت كنت سألتي أول، إحنا كمستهلكين إيش نقدر نسوي؟ أنا أقول إنه يعني إحنا من البلدان اللي نستورد كثير من ناحية يعني الخضار والفواكه وهذه الأشياء. أنا أقول إنه لو في كل مكان في المملكة صار في أحد يعني يشبه الشيء اللي أنا بسويه، إنه يكون في تواصل يعني ديركت مع بين المزارع والمستهلك، يصير المستهلك يسأل ترى أنا من فين بتيجي الخضار حقت اللي أنا بحطها يعني بشتريها، الفواكه هذه من فين بتيجي، فين مزروعة، مين الشخص اللي زرعها، يعني هذه الأسئلة أظن يعني تقرب الصورة، يعني أنت تحسسك
أكثر بإيش جالس يصير في القطاع الزراعي. أنا أقول كمان إنه مثلا يعني ناس تحاول إنها تزور مزارع، تتكلم مع مزارعين، تشوف إيش الأشياء اللي يعني إيش الأشياء اللي تأرقهم في الليل. أنا هذا يعني هذا كان دائما أهم سؤال عندي، إيش اللي what keeps you up at night، يعني عارفة الواحد يساعده. يعني هي كمان إنه الواحد إحنا كمستهلكين وك يعني سكان في المملكة نستوعب إنه هذه جزء مننا. يعني أنا شخصيا جدي كان في الطائف وتربيت طفولتي كلها في الطائف، وأفتكر قديش فواكه والخضار حقت الطائف إلى الآن خالاتي وخلاني اللي تربوا في الطائف كأنه جاهم كنز. يعني الموسم الرمان موسم الرمان اللي فات لما نجينا رمان من الطائف نعتبره كنز ويسافر من بلد لبلد ونحس انه ياي جانا رمان من الطائف، بس لانه ما في اهتمام بالطائف. يعني انا بالنسبة لي يعني جزء من طفولتي كلها في الطائف، فيعني حتى قلبي يعورني انه الخضار والفواكه في الطائف يعني على دحين مر السنين ما بلاقيها، ما نقدر نلاقيها في السوبر ماركت طبعا لانه المزارعين في الطائف وبتهيأ لي هذا في كل مناطق مختلفة من المملكة مزارعين على قد حالهم، ما عندهم انتاجيات كبيرة انهم يوصلوها للسوبر ماركت. ما صار قل موضوع الحلقة اللي المزارعين يروحوا يحطوا خضارة صحيح وانها راح تروح تجيبها. فيعني شيء يعني يوجع القلب ان الواحد كمان يشوف هدول المزارعين جزء من هويتنا، جزء من احنا كيف تربينا، كيف اجدادنا كانوا يسووا، فما هي مجرد رمان وخيار وطماطم، هم الناس اللي It's a way of life. اي بالضبط، والناس اللي تربت على هذا الموضوع. وبعدين إيه. كمان قلتي انه احنا نستورد مره كثير، هذا يمكن الناس ما تستوعبه انه لما بنستورد في امباكت على البيئه، وطبعا مع الطيارات والشحن وهذه الاشياء. وبعد كده من الناحيه الانسانيه انه ما نعرف ايش الاجواء ولا ايش الظروف والظروف إيه. المزارعين اللي في البلاد اللي احنا نستورد إيه. منها يعني صحيح. فهذه الأشياء كلها يعني تكلفة إحنا ما بنشوفها كمستهلكين، بس هل إحنا من جد نبغى شيء رخيص مع هذه التكلفة البيئية والإنسانية والحضارية؟ أيوه. تأثيرها جدا سيء على المزارع المحلي كمان، لأنه هذه عادة المنتجات تيجي بأسعار مرة أقل فما يقدر ينافس. خليني أتكلم يوريز، يعني صراحة يعني في أكثر من نقطة أحب يعني أرجع لها في حديثك الآن أتكلمتي عنها. أوكي السوبر ماركت، خليني أتكلم عن موضوع السوبر ماركت. شيء جدا convenient للمستهلك، يدخل على مكان واحد يقضي كل حوائجه ويخرج، يعني مرة صراحة شيء رائع للمستهلك. لكن للأسف في يعني policies عند السوبر ماركت يعني ما تشجع المزارع المحلي العضوي. فأقول لك يعني مثال دحين مثلاً المزارع العضوي بيحط مثلاً يعرض بضاعته في السوبر ماركت الفلاني، حيقول له أوكي تبى تحط المنتجات هذه اللي هي منتجات خضار وفواكه whatever، أول شيء الشلف له برايس، له سعر، يعني بتاخذ هذا يعني مثلا تعرض على 5 رفوف او 6 رفوف او هذه المساحه لها سعر، تدفع السعر بعدين تعرض منتجاتك تلفها بطريقه معينه، لازم البلاستيك وما ادري والفلين وهذه الاشياء هذا موضوع ثاني وتعرضها ايوه وهذا اللي انا يعني ما اقدر استحمله. بعد كذا بعد ما تعرضها اذا انباعت ممتاز كان به، اذا ما انباعت تيجي تشيل اشياءك، واحنا بنتكلم عن خضار وفواكه. ايوه فيعني علشان المزارع يعرض ويكون عنده هذا النوع من القدرة المالية إنه يستأجر الرفوف أو المساحة، مساحة العرض، وبعدين يستوي عملية التغليف اللي يبغاها السوبر ماركت، بعدين إذا ما انباعت يروح يشيل ويعبي محله أشياء تانية، هذا يعني يحتاج مزارع يكون عنده كمية إنتاج جدا عالية
ويعني وفرة مالية ما يهمه. بينما المزارع اللي هو بنسميه إحنا family farmer ما عنده القدرة يسوي ذا الشيء، والfamily farmer هو عنده أفضل أنواع المنتجات لأنه بيسويها يعني على بحب وشغف. أيوة لأنه في عنده، أيوة عنده طبعا الشغف، بس كمان في الفاميلي فارم اللي هي هذه smaller plot وتزرع عليها هذه الكميات الأصناف المتنوعة، يسوي غنى في البيئة اللي أنت جالسة تزرع فيها، فكله يساعد كله ينتج فعلا أفضل أنواع الخضار والفواكه. يعني لدرجة إنه إحنا عندنا في المزرعة، في المزارع العضوية نتعامل معاها طبعا النحل يعني يعيش بكل أريحية، ما في عنده أي مشاكل في المزارع التقليدية، هذا يعني unheard of، ما يقدر النحل يعني can't survive كمية المبيدات والأسمدة الكيماوية اللي تستخدم. فهذه من الأشياء يعني السوبر ماركت كمان يبغى يسوي الـ يعني الربح المادي، هو يعني هو بيفكر فقط بالربح المادي، ما بيفكر إيش طعم المنتج اللي أنا جالس أبيعه، كيف انزرع، ايش مين هذا اللي انا بجالس اخذ منه مثلا، ايش علاقته في الزراعه، لا يعني هو بس يهمه انه اوكي تبغى طماطم، هذه طماطم هي شكلها طماطم بس يعني ابعد ما يكون عن طماطم. فمن هذا المنطلق كمان، غير انه احنا يعني we cut on the taste and the nice smell, we also cut on the variety. يعني مثلا في انواع الطماطم الايرلوم توميتوز كل الانواع، مثلا انواع الكوسه، انواع الخيار، انواع، فهذه كلها لانه السوبر ماركت ما يهمه انه يكون في تنوع في الاصناف، فعليا هو بس يبغى شيء واحد يمشي. نقطه ثانيه بتهيأ لي كمان الشكل، وهذه حتى كمان في اظن ماني فاكره بالضبط فين، بس somewhere في اوروبا، انه الخضار اللي شكلها مو حلو ما تنباع. يعني حتى إحنا كمستهلكين عموماً اتعودنا إنه هذا هو شكل الطماطم بهذه الطريقة، الذرة كلها لونها أصفر، مع إنه الذرة لها ألوان مرة مختلفة، الجزر البطاطس والبطاطس، الجزر هو لونه برتقالي، مع إنه الجزر وجاني من الصندوق اللي لونه بينك ولو ألوان مرة مختلفة. فصار إنه حتى مثلاً من أو مثلاً الخوخ يكون شوية مضروب، لا ما نبغى يكون مضروب، نبغى يكون شكله perfect. يعني الشكل بيكون أهم، وهذا بالنسبة للسوبر ماركتس لأنه الناس تبغى شيء شكله perfect. فالموضوع هو مرة معقد ايوه شوفي، هو هذا كمان في يعني بيسموه في education that happened. يعني يوم ما بدأت عندنا سوبر ماركتات صار في عملية تعليم غير واعي طبعا للمستهلك، انه دحين انت لازم تشتري الاشياء اللي شكلها ما ادري كيف وهذه الاصناف المعينة، وصار في كده يعني صار الموضوع very limited. As long as it looks good ما يهمنا ايش طعمه ايش ريحته ايش، خلاص. فأنا أقول يعني حتى على المستوى البعيد الزراعة التقليدية يعني ما تقدر تكمل بالشكل اللي هي جالسة تكمل فيه، يعني بالطريقة اللي الزراعة الحين يعني هي it's very extractive. إيش يعني extractive؟ يعني هي بس تسحب من الأرض ومن التربة ومن الموارد الطبيعية، بس ما ترجع شيء بالمقابل. فعلى المدى الطويل يصير في يعني تصحر ويعني تصير البيئة كلها فقيرة بالموارد الطبيعية، فما حيكون في مردود في المستقبل. يعني على المدى الطويل ما في diminishing returns، عرفتي؟ هذه هي الكلمة يعني اللي أقدر أستخدمها. بينما في الزراعة العضوية مفروض إنه مع السنين إنه التربة تصير أفضل وأفضل، تصير صحتها أحسن، فيصير الإنتاج أعلى. وهذا هو يعني هذه أنا برأيي هذا مبدأ إحياء الأرض، مبدأ جزء مننا المفروض. يعني أنا هدفي من أول شيء الحلقة هذه، ويمكن الموضوع كبير ويمكن نتكلم فيه الحوار ما ينتهي مع هذا الموضوع، صحيح. بس هي أنا قلت كلمة الإيجوكيشن التعليمي، إنه المستهلك اللي هم إحنا اللي في يدنا قرار إنه إيش نشتري، نقدر صحيح. نبدأ
كل ما كتر عدد الناس اللي بيستوعبين إنه أول شيء الخضار الرخيصة لها سعر مرة كبير، مردود معنوي وبيئي واجتماعي مرة كبير، يصير نبدأ نستوعب إنه لا، إحنا نبغى نساعد المزارع اللي عايش معنا في نفس البلد، اللي من نفس منطقتنا، اللي من نفس بلدنا. يعني زي ما يقولوا ساعد القريب ولا البعيد. غير إنه طبعاً الجودة الغذائية فيها أعلى، يعني إنه لما بنشتري منتج عضوي محلي أنا بشتري أكثر بكثير من الخضرة هذه، الخيارة، العناصر. أيوة، العناصر الغذائية تكون في أعلى، وقيمة الغذائية جدا أعلى، فأنتي يعني value for money أعلى طبعا. حتى من ناحية، من غير الناحية الغذائية، نوسع مفهوم الكوست، مفهوم السعر. أيوة، حقها صحيح. يعني صح، في سعر صحيح. مادي، وفي سعر غذائي، وفي سعر بيئي واجتماعي. فهذه لما إحنا نبدأ نفهم الموضوع هذا، يصير نقول لا، طيب أنا لو من أشوف والله في إنتاج محلي عضوي وإنتاج يمكن عضوي مستورد جاي من هولندا، جاي من هولندا، يعني لا ليش؟ يعني هذه طبعا حكاية الأشياء المستوردة، يعني الناس كثير ما نعرفها، لأنه ما نعرف مصدرها. بس بالنسبة لي أنا فرق مرة كبير إنه لما أعرف والله الخضار هذه من هذه المزرعة، أنا رحت زرت المزرعة، أولادي شافوا المزرعة، وأعرف إنه والله لما الصندوق بيجيني وبأكل الخيارة، الخيارة اليوم انقطفت يعني، وأعرف مين استخدمها، وأعرف إنه المزارع مهتم وبيدي مثلا رواتب العمال كويس. ف يجيني إحساس إنه والله أنا سويت شيء كويس، مش بس لي، مش بس لعائلتي، للمحيط حقي كمان. صحيح. يعني شوفي، أنا أقول إنه إحنا يعني نعتقد إنه السعودية مثلاً بلد صحراوي ما ينفع فيه زراعة، أو يعني ما يقدر يكفي حاجة السكان الموجودين. أنا أقول إذا يعني تم النظر إلى المنظومة الزراعية بطريقة مختلفة، أنا أتصور إنه إحنا قادرين نطعم كل السكان اللي موجودين في السعودية. طبعاً هذا الشيء يصبح يعني هذا يبغاله long term planning، بس ال hidden cost of importing food بالطريقة اللي إحنا بنستورد فيها، ال hidden cost جداً عالي، وال hidden cost حق الزراعة التقليدية كمان جداً عالي. فعندنا خيارات، يعني إحنا كمستهلكين خيارات، يعني كيف إحنا ننتقل الغذاء حقنا، من فين المصادر الغذاء اللي بنشتريها، نسأل، يعني نجرب، نتواصل مع المزارعين، يعني هذه كلها أشياء. والحمد لله يعني أنا أشوف مع الناس اللي يعني بيشتروا من عندنا إنه في وعي جدا عالي. وصراحة الأسئلة اللي بيسألوني هي بين استفسارات عن طريقة الزراعة، أو أنواع البذور اللي بنستخدمها، أنواع المبيدات إذا بنستخدمها، يعني ألاقي إنه الموضوع أصبح شيء يعني طبيعي الآن في العقل الجمعي عند السعوديين، إنه مهتمين بجودة ونوعية الغذاء اللي مقدم لهم. وأنا نفسي أرتقي بهذه المنظومة، يعني نفسي إنه كل الناس يكون عندها ستاندرد عالي، خصوصي للأشياء يعني الغذاء المصنع محلياً أو المزروع والمنتج محلياً. إنه بالذات الفترة اللي فاتت يمكن 5-6 سنين، أقدر أقول إنها طلعت موضة، يعني مثلاً كل واحد يبغى يأكل عضوي، وهذا الأكل مستورد كويس. هذه فكرة إنه ما هو موضة الزراعة العضوية، لا، شيء يعني إحنا بحاجة له، يعني مرة محتاجين إحنا في السعودية إنه نركز على الزراعة. يعني عندنا مناطق كثير للزراعة، يعني قلت الطايف، في القصيم، الأحساء، تبوك، هذه في نقطة إحنا تكلمنا فيها
كثير قبل كده، أحس من المهم إنه نتكلم فيها الآن علشان المستمعين يعرفوا الشيء. الفرق الغذائي ما بين إنه إحنا ما بناكل شيء مزروع في بيئتنا أو شيء مزروع في مكان تاني في العالم، إحنا بيئتنا، إحنا يعني أجسامنا ما هي متعودة عليه، إيش الفرق؟ يعني مثلا زي لما تصير مثلا موضة وهي طلعت دحين، مثلا الكينوا مرة مرة مفيدة، في أشياء كثير بتزرع في مناطق مختلفة في العالم. أول شيء بنحس إنه هي هذه أكتر شيء مفيد بالنسبة لنا ولازم إحنا كلنا عشان نصير صحيين ولا نبغى نتبع نظام غذائي صحي إنه ناكل كينوا ونستخدم أشياء يعني غريبة بالنسبة لنا. وفي نفس الوقت بيكون في أشياء إحنا محلية عندنا وما إحنا مستوعبين إنه هذه الأشياء اللي عندنا ممكن تكون مفيدة أكتر من الأشياء اللي إحنا بنستوردها من أنحاء العالم. صحيح. طيب هذا موضوع الكينوا صراحة أنا جدا يعني عندي فيه هو في مشكلة على أكثر من 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 نطاق في موضوع الكينوا. مثلا هو example، هو مثال على يعني مثال حي، لأنه فعلا هو دخل علينا فجأة وكل الناس طاحوا في الكينوا مرة واحدة. الكينوا طبعا هو من المحاصيل اللي تزرع في جنوب أمريكا، والناس اللي يعني اللي هم الانديجينس بوبوليشن أو السكان الأصليين لهذه البلدان بيعتمدوا عليه اعتماد كبير، لأنه نسبة البروتين فيه عالي كنوع من أنواع يعني الحبوب. هو بيسموه سودو جرين، it's not a grain 100% بس هو سودو جرين، شبه يعني شبه نوع من أنواع الحبوب. هو يعني طبعا فيه كاربس بس هو فيه نسبة البروتين عالية، فعشان كده الناس تقول لك أوكي ممتاز يعني أكل أنا نوع من الكربوهيدرات اللي كمان يكون فيه بروتين، يعني هذه it's a plus. فصار موضوع إنه النيوتريشنال بروفايل حقه جدا كويس فنعتبره غذاء صحي. اللي صار إنه بسبب كمية الطلب العالي على الكينوا عالميا، الناس اللي جالسة تزرع في البيرو وفي تشيلي وفي هذه البلدان اللي هم السكان المحليين الأصليين اللي جالسين يعيشوا على هذا المحصول أصبحوا غير قادرين على شراؤه، لأنه كل شيء بيزرعوه already مطلوب عالميا، مبيوع عالميا. فهم صار عندهم مشكلة في السلة الغذائية حقتهم، وبالتالي صحتهم فهم غير قادرين على أكل هذا الأكل اللي هو أكلهم من جد الجد. طيب على نطاق ثاني أو على يعني a different layer of this issue، إنه الكينوا يعني السكان المحليين الأصليين لما يجي يحضروها للأكل يحضروها بطريقة معينة، لأنه هي فيها نسبة بيسموها anti-nutrients لازم تنتقع أول، بعدين بيسووا لها عملية تخمير، بعدين بيسووا لها طريقة معينة في الطبخ علشان تصبح سهلة الهضم وسهلة الامتصاص يعني داخل الجسم، فعشان تصير أكثر bioavailable للإنسان اللي بيأكلها. فهذه طريقة التحضير كمان ما انتقلت مع الكينوا لما انتقلت على بلداننا، فالناس بتاكلها كده. فايش بيصير لما تاكلي هذه الكينوا اللي ما هي محضرة بالطريقة الصحيحة؟ هذه الانتي نيوترينتس اللي فيها تمنع امتصاصها بشكل جيد في الجسم، ما تنهضم معك كويس، وكمان بتأذي الامعاء. على مستوى تاني الكينوا يعني مزروعة في تربة معينة في بيئة معينة اللي هي بيئة هذه الأحياء الدقيقة حقت التربة، والأحياء الدقيقة حقت التربة مشابهة جدا للأحياء الدقيقة عند الإنسان اللي بيعيش حوالين هذه التربة، يعني في هذا المحيط. فهدول البشر اللي هم اللي في ساوث أمريكا عندهم الميكروبيوم اللي قادر على هضم والاستفادة من الكينوا، لأنه هم عايشين في هذه البيئة اللي تخرج منها الكينوا، بينما إحنا ما عندنا هذا الميكروبيوم أو الأحياء الدقيقة اللي تساعدنا على هضم الكينوا. طبعاً أنا لازم أضيف هنا إنه أنا أخصائية في التغذية الوظيفية، يعني أو functional nutrition practitioner، فأنا مرة أقرأ في هذا الموضوع. فأنا أقول إنه إحنا يعني it's a blessing، الحمد لله يعني نعمة من الله إنه إحنا قادرين نأكل شيء يخرج من تربتنا
اللي فيها البيئة الحيوية هذه اللي إحنا الأحياء الدقيقة اللي تكلمنا عنها الميكروبيوم اللي شبيه في الميكروبيوم حقنا اللي إحنا ورثناه عن أجدادنا وهم طبعاً أبناء هذه الأرض وأبناء هذه التربة. فإحنا كل شيء بيخرج من هذه المنطقة إحنا قادرين على التعامل مع أجسامنا قادرة على التعامل معها وقادرة على هضمه بشكل جيد وامتصاص القيمة الغذائية منه بشكل جيد وما يؤذينا وبالعكس يكبر عندنا أو يقوي هذه البيئة الحيوية حقت الأحياء الدقيقة اللي تعيش في أجسامنا. فهذا موضوع جدا مهم لأنه مو كل شيء بيخرج فعد نطيح فيه يعني يلا. ونقطة مرة مهمة لأنك أنت في بداية الكلام تكلمنا على التربة إنه فإيش علاقتنا إحنا كأشخاص عايشين في المنطقة هذه بالتربة؟ يعني مثلا وصلحي لي إذا أنا غلطانة، يعني إحنا إذا بناكل البصل، البصل اللي إحنا بناكله محلي له خصائص محلية، لو جبنا بصل مزروع في فرنسا حيكون مختلف، مش بس بصل. نفس الشيء مثلا اللي أنا أعرفه على العسل مثلا، ليه في أنواع مرة مختلفة كتير من العسل، وحتى مثلا من الناحية الوقائية الواحد يأكل من العسل اللي جاي من البيئة لأنه النحل أكل من المنتوجات ولا من الزهور اللي موجودة في المكان. ففي في حلقة وصل، ما احنا منفصلين عن عن الأكل، فكله بيأثر على بعضه. فهذه يمكن فايدة نحتاجها أكثر إنه إحنا ناكل من الأرض اللي إحنا عايشين فيها. Definitely. شوفي صراحة هذه الجملة اللي أنت قلتيها دوبك إنه إحنا جزء من يعني منظومة متكاملة الله سبحانه وتعالى خلقها كلها، يعني each part feeds into the other. هذا يعني هذا الشيء جدا جدا مهم، يعني لما نطلع على موضوع أو ننظر لموضوع الزراعة ومن فين أكلنا بيجي. من الأشياء اللي كنت بتكلم معاك فيها قبل ما نبدأ التسجيل موضوع الفجل. الفجل من النباتات أو الخضار اللي جدا مهم تأكليها من البلد اللي أنت جالسة فيها، لأنه هي detoxifier، يعني تخرج السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، وكل ما كانت من التربة اللي أنت عايشة فيها أو قريبة منها كل ما كان قدرتها على التخلص من الأشياء اللي موجودة في بيئتك اللي هي متراكمة في جسمك أفضل. فأنا يعني عشان كده الفجل جزء جدا مهم بأنواعه الثلاثة، عندنا الفجل الورقي والفجل الأبيض والفجل الأحمر، كله ننزل في الصندوق بشكل مستمر لأنه رائع رائع في إخراج السموم المتراكمة في جسم الإنسان من البيئة المحيطة فيه، وكمان إخراج المعادن الثقيلة اللي متواجدة في البيئة حقته. وطبعا نفس يعني موضوع العسل كمان جدا مهم، لأنه العسل النحل، يعني النحل الآن يعني في يعني دخل في أزمة، لأنه يعني أعداد كبيرة من النحل جالسة تختفي في العالم، وطبعا له علاقة ب يعني المنظومة الصناعية والتلوث البيئي، لكن له أيضا علاقة بالمنظومة الزراعية في العالم واستعمال الكيماويات والمبيدات وكل هذه الأشياء. فأنا يعني موضوع النحل موضوع جدا طويل وكبير، وأتصور إنه مهم يعني الحديث عنه في، وممكن في لقاء ثاني إذا تبغي، بس فعلا يعني جدا مهم إنه نأكل من الأرض اللي قريبة من مكان عيشنا، لأنه النباتات هذه بتخرج تقدر تخلصنا من السموم اللي هي محيطة في بيئتنا ومن المعادن الثقيلة المحيطة في بيئتنا. أوكي طيب، بالنسبة إحنا هنا كيف كمستهلكين كيف نقدر نعرف المنتجات العضوية؟ أنا شخصياً تعاملت ورحت على مجموعة الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة، أتوقع سوفا هي اسمها، ممكن أحط الويب سايت حقتها في الـ في الـ في النوتس حقت الحلقة. كيف أنا كمستهلك إذا ماني شايفة هذه مكتوب عليها شيء مثلاً، ما هو موثق ما هو شيء، عندك طرق الواحد يعرف كيف هذه هل هي مزروعة كويس أو لا، إنه في البيت أقدر أشوفها؟ هذا أيوة، هذا يعني هذا شوية سؤال صعب، لأنه
طبعا المنتجات العضوية لازم يكون عليها شعار التوثيق من وزارة الزراعة ومن الجهة الموثقة، فكل هذا طبعا بيكون في الليبل حقة الزراعة حقة المنتج. الحين أنا يعني أقول أفضل طريقة إنك يعني تتأكدي إنه أنت المنتج هذا مزروع بالطريقة اللي أنت يعني متسقة مع الفاليو سيستم حقك، إنه تكوني أنت عندك علاقة من نوع ما مع الشخص اللي يزرعها أو الشخص اللي جالس يبيعها، وتسألي الأسئلة اللي أنت في بالك. وأنا أقول كمان إنه إحنا يعني كمستهلكين نقدر بحواسنا نعرف إذا ده الشيء يعني زرع زراعة نظيفة. يعني أنا أقول لما أشم الخضار وأشوف طعمها كيف، يعني الفرق جدا واضح، يعني ما يحتاج كلام كثير، عرفتي؟ يعني في محاصيل معينة يعني بسهولة تقدري تحسي بالفرق. الزراعة العضوية مو كل المزارعين يعني يلتزموا في كل يعني المنظومة كاملة. في ناس لأني أنا كنت أشوف المزارعين اللي يشاركوا في سوق الخضار العضوي أو سوق المزارعين العضوي، كل مزارع عنده إنتاج شكله يختلف، طعمه شوية يختلف، لكن إذا بتتكلمي معه تعرفي يعني مدى وعيه، مدى إيمانه بهذه أنا أسميها يعني هذه الفيجن أو هذه الرؤية. فأتصور هذه أفضل طريقة أنا أقول إنه المسؤولية إحنا تقع علينا. أيوة. تقع علينا إنه نسأل هذا الأكل من فين جاي. ويعني أنا لأنه بالنسبة لي it's أسلوب حياة طبعا بالنسبة لي، وفي ظل المحيط اللي احنا عايشين فيه والبيئة، ما أقدر أخذ كل شيء عضوي، ما أقدر أوفر كل شيء عضوي لبيتي، فأنتقي أحاول إني أختار الأفضل. يعني مثلا التفاح فترة طويلة ما كنت أجيبه في بيتي لأنه ما في تفاح، بس في النهاية أولادي يبغوا يأكلوا تفاح، فصرنا نجيب تفاح ونغسله ونعمله كويس. الهدف والنقطة الأساسية اللي أنا يعني كمان مرة مهمة، إن الواحد لا يصير عنده شوية هوس بالموضوع هذا. يعني إحنا نسأل ونحاول نختار الأفضل ونعرف الأكل جاي من فين، برضو نفهم إنه إحنا لسه في طور إن شاء الله تحول، فمو لازم الموضوع يكون يعني في توتر وستريس انه أيوة لازم اكل هذا، ولو ما اكلت خضار حمرض وحيصير فيا كذا وكذا. يعني نحاول قد ما نقدر انه ننتقل الافضل. هي هذه كمان اظن نقطه مهمه انه الواحد يكون فاهمها وقد ما نقدر، وان شاء الله يوم من الايام واحنا يعني ان شاء الله نشوفه إنه كل الخضار تكون موجودة وما يحتاج لها ليبلينج ولا وما هي مغلفة ببلاستيك. أنا بليز يس ما يعني أنا معاكي ما أدري ليش لازم تكون مغلفة ببلاستيك، ولأنه في ناس يتخيلوا إنه اللي مغلفة في بلاستيك هي أفضل، هي ما هي أفضل وبالعكس. أيوة مرة يعني هذا أيوة إحنا يعني لازم قدر الإمكان نبتعد عن موضوع التغليف بالبلاستيك. عشان كده أنا يعني الصندوق يعني حتى الأشياء اللي نستخدمها لما نلف ضمة البقدونس أو الكزبرة كلها من سعف النخيل وأشياء يعني طبيعية، في الكيس الخارجي هذا بلاستيك اللي عشان يحمي الخضار في النقل خلال عملية النقل، لكن ما عندنا تغليف. يعني هذا الشيء بتهيألي الخضار تخرب لما تكون مغلفة ببلاستيك، لأن الخضار حتى بعد حصادها تفضل تتنفس، فأنت حطيتيها في محيط بلاستيك وفلين، إيش حتتنفس؟ حتتنفس هذه الأشياء. حلو. يعني هي بعد هي أيوة هي لسه يعني حية، هي لسه بتتنفس. حلو. أيوة. فأنا الخضار اللي بتجيني من جد لسه بتتنفس في الصندوق. طيب. طيب هديل قبل ما نختم وشيء
مره مهم ابغى اي هايلايتد في الحلقه، كيف نقدر نساعد لحب الارض، كيف اللي يبغى يشترك لحب الارض، يعني ايش اللي بيسمعوا اذا يبغوا الخضار سواء من حب الارض، اول شيء من حب الارض ايش يقدر يسوي. اوكي احنا عندنا يعني نظام الاشتراكات، فكل 10 اسابيع الناس تشترك معانا، يعني لعشر أسابيع 10 صناديق، كل أسبوع بيجيهم صندوق، فنوصل لجدة والرياض وفي الشرقية نوصل للدمام والخبر والظهران. كمان اللي يحب يجرب صندوق واحد يقدر كمان يطلب الصندوق. ممكن أنت على المادي تحط الإنستغرام أكاونت حقنا، يتواصل معايا في الـ private messages، وإن شاء الله we can take it from there. بالنسبه يعني شراء المنتجات العضويه او يعني الخضار العضويه بشكل عام، انا انصحهم يرجعوا يروحوا الاسواق المزارعين الحلقه، يعني يتواصلوا مع المزارعين، يشوفوا يتكلموا معاهم. وانا اشوف انه زي ما قلت لك وعي الناس صار اعلى، والناس جالسه يعني تسال وتهتم بمصادر غذائها، فهذا الشيء صراحه رائع. اوكي قبل ما ننهي، وانا قلت لك الرز الحساوي، انا أيوة. لا يعني قلت في الحلقه لازم نتكلم عن الرز الحساوي لانه جربته ومره لذيذ، وغير كل اي رز ممكن اشتريه من السوبر ماركت. في نفس الوقت طبعا انا السؤال اللي دائما يجيني، ليه احنا في المملكه مره ناكل رز مره كثير، يعني يعتبر شيء يعني من الاكلات الشعبيه، مع انه جدا صعب، وبيئه السعوديه اذا ماني غلطانه ما تؤهلنا انه نزرع رز لانه يحتاج مويه مره كثير، بس ستيل حب الارض لما يكون في الموسم بيقول لنا عندنا محصول رز حساوي وما هو كثير، يعني ما بشتري 5-6 كيلو. وليش ايش الرز الحساوي وليش نبغى نشتري رز حساوي؟ شوفي هذا موضوع الرز، يعني الرز الحساوي سوى لنا ازمه، لانه عندي كميه ناس تيجي تقول لي هديل حرام عليكم، ترى انتوا ليه بتزرعوا الرز؟ طبعا هو يحتاج مويه كثير، واحنا بلد صحراوي والمياه عندنا يعني فقير بالمياه، يعني والمياه الجوفيه كمان عليها ضغط كبير، فايش موضوع الرز الحساوي وخلاص؟ يعني شوفي انا يعني الرز الحساوي هو من المحاصيل اللي هي يسموها indigenous للمنطقة، يعني أصيلة في منطقة الأحساء. المزارعين في الأحساء كانوا يزرعوها طول التاريخ، يعني من أجداد 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 أجداد. الحين اللي كان موجود أول إنه الحسا كانت هي عبارة عن طبعاً واحة، وفيها يعني ما هو يعني كيف اقول لك ما هو نهر، بس يعني ايش بيسموه شيء يعني فيها عيون ويعني انهار كده صغيره، فهذه كان المزارع ايام اول يعني يستخدمها لري الرز، وكانت المياه وفيره يعني في الاحساء. الحين الوضع تغير، يعني الناس الحين المزارعين في الاحساء بيستخدموا بشكل اكبر المياه الجوفيه، وهذا طبعا بيسوي عبء على المخزون المائي للمملكه. أنا يعني أقر بهذا الشيء، لكن عندي منظور شوي مختلف، ويعني أدعو الناس إنه يعني تحاول تشوف الموضوع من هذا المنظور. يعني إحنا مثلاً عندنا تربية الحيوانات أو تربية الأبقار للألبان، يعني صناعات الألبان. صناعات الألبان تستهلك كميات مهولة من الماء، يعني كل لتر حليب بيخرج من هذه المنظومة يبغى في مقابله بين 20 إلى 40 لتر موية إحنا بنستهلك عشان ننتجه، فهو يعني very water intensive. الرز أقل من كده بكثير، والرز محصول يعني أصيل في بلادنا، يعني هو هذا الرز الحساوي اللي هو لونه أحمر. فأنا من طرفي من جهتي من منظوري أفضل إني أحافظ على المحصول اللي هو
هذا بلده وهذا أهله وهذه بيئته أهم عندي من إنه يكون عندي ألبان من أبقار هولندية بتستهلك كميات مهولة من الماء لإنتاجها برأيي، وهذا رأيي الشخصي. فأنا أقول إنه أنا بحاول، وحتى في إذا لاحظتي في الأصناف اللي يعني نحطها في الصندوق هتلاقي أشياء بس موجودة في الحسا، يعني بس تخرج من هذه الأرض، أو يعني أنواع من البذور بس حقت هذه البلد، لأنه أنا أبغى يعني جزء من رؤيتي إنه أحافظ على الأشياء أو المحاصيل اللي هي أصيلة في بيئتنا في بيئتها. فأنا من هذا المنظور أشجع على زراعة الرز الحساوي، المحافظة عليه ومحافظة على هذه البذرة وهذا المحصول، ويعني زي ما قلتي ننتج كمية بسيطة لكن تخلي الناس connected مع شيء من البلد، شيء أصيل من البلد. فهذه هذه نظرتي وهذه رؤيتي لهذا الموضوع. أنا كنت بدي إنه نظرتك وفكرتك نتكلم فيها علشان لا تجيكي مليون ألف سؤال على إنستغرام عنده. وبعدين من جد ما شفت زي هذا الرز في مكان تاني، يعني في سوبر ماركت ما يتلاقى، طعمه جدا مختلف عن أي رز تاني، وما فينا داعي إنه نسوي 4 أكواب رز، نقدر نسوي كوب ونص وناكل منه شوية. هو صراحة هذه النقطة جدا مهمة، لأنه فعلا الرز الحساوي طبعا يجي هو بالقشر حق، يعني هو يجي كامل رز كامل، فهو جدا جدا يعني فيلينج يشبع، يعني لما يوم تأكلي ما تحتاجي، يعني مثلا في الرز الأبيض مثلا تحتاجي صحن أو صحنين عشان تحسي بالشبع، هذا يعني أظن نص صحن وخلاص صفاء. ايوه، لانه هو كامل، فهو كل اجزاء الرز ما زالت فيه، فهو يشبع والنيوتريشنال بروفايل حقه عالي، وطبعا من الارض اللي احنا عايشين عليها، فهو يعني من كل هذه النواحي رائع رائع رائع، يعني ما اقدر حتى لو يستهلك مويه، بس احنا طبعا لازم يعني نهتم بكيف نعيد استخدام المويه ونحاول انه يعني هو شوفي في الزراعة العضوية في جزء جدا كبير له علاقة بالwater harvesting وتقنين استخدام الموية. فإحنا يعني بناء على هذا كمان إحنا بنقول ليه لا، ليش لا؟ إذا إحنا بنقنن في استخدام الموية وبنسوي موضوع الwater harvesting وهذه الأشياء، ليه لا؟ أنا أتصور إنه يعني مو شيء بطال 100%. هديل ممكن نسجل معاكي 10 حلقات، ولما بشوفك بنقعد ساعات نتكلم في هذا الموضوع. بالساعات فعلاً. فالموضوع أبداً ما يخلص، بس مرة شكراً إنك أنت بتسوي هذا الشيء، مرة شكراً إنك الصندوق اللي بيجينا. يعني الفترة اللي ما كنت فيها هنا كان في احتمال إن ما كنت هنا موجودة مسؤولة عن الصندوق، كان في احتمال إنه الموضوع يختفي. فأنتي جيتي أنقذتي المشروع هذا، ومرة شكرا. حتى أولادي لغاية دحين صرنا يمكن 5 سنين وإحنا بنجيب الصندوق يتحمسوا لما يجي الصندوق، ويعني ما أقدر أقول قديش أنا ممتنة إنك شايلة هذا الشيء وبتساعد المزارعين وبتساعدينا إحنا نقدر نوصل للخضار هذه، وإن شاء الله نشوف حب الأرض يكبر ونلاقي حب الأرض. أتمنى في الرياض وفي تبوك وفي القصيم وفي أتمنى جدة، وتصير عندنا يعني نتورك لكل المزارع اللي العضوية اللي في البلد، ونسوي رحلات للمزارع وتصير أتمنى برضو يعني نحب أرضنا من جد. And I love that. شكرا. I love it too. شكرا هذه. يلا. Thank you. Okay. شكرا وسامة، وححط اللينك حق إنستغرام والتفاصيل كلها في النوتس، وإن شاء الله متى السيزن الجاي حيبدأ ولا؟ الحين بدأ السيزن، يعني بدأ صار له تقريبا شهر،
ونفضل في الموسم الزراعي لين يونيو جون. أوكي.